لا تحزن إن الله معنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان في الغار غار ثور، عندما وقف المشركون أمام باب الغار أثناء الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يختبئان في الغار، فقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فكان رد الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، فكانت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نأخذ بالأسباب ويتوكل على الله فيكون النجاح والتوفيق بإذن الله. وسيدنا موسى عليه السلام قال كلا إن مع ربي سيهدين، يعني في معين الله وحفظه، لأنها أخذ بالأسباب. وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، فلنأخذها شعارا في حياتنا، لا تحزن إن الله معنا، معنا ونحن نجتهد في دروسنا ونتوكل عليه سبحانه وتعالى، فنتفوق وننفع ديننا ووطننا، لأن الله معنا، إذا أصابنا أمر سيء لا نحزن، لأن الله معنا، وبمعية الله يتحول الحزن إلى فرح. أخوان الطلاب ما رأيكم لو علقناها بغرفتنا لا تحزن إلا الله معنا، وننظر إليها كل يوم ونبدأ بها يومنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.